السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابع موجودين؟ حد يسمع صوتي؟ تسمع صوتي واضح؟ ايوه، صوتك واضح. طيب طيب يا سنة رابعة، قبل ما يبدأ محاضرة اليوم، في أي سؤال على المحاضرة السابقة؟ في حاجة ما كانتش واضحة، أو حد يشتي يسألني شي قبل ما أبدأ محاضرة اليوم؟ بس يا دكتورة، في ملاحظة، بعض الطلاب تواصلوا بخصوص التحديث حق السلايدات. المحاضرة السابقة ما نزلتش التحديث، فقط هلا، طيب خلاص، أنا إن شاء الله بنزل لكم. أنا كنت نزلت لكم الملف السابق ما كانش من ضمن اللي إحنا أخذناه، ما انتبهتش إنه المحاضرة سلايدات المحاضرة السابقة. لا، الأولى. اللي حق آخر محاضرة ما تمشي إضافتها. ها، ما انتبهتش خالص. خلاص إن شاء الله أنا اليوم بعد المحاضرة برسل لكم هذا الملف إن شاء الله، اللي أنا الآن أشرح منه حاليا، لأنه كذا أعدل عليه، فبجيب لكم لآخر لغاية محاضرة اليوم إن شاء الله. بس حاجة زي كذا، حتى أنا أحيانا نسيت، أنا حسب أنني قد جبت لكم هذه السلايدات، فإن شاء الله إن شاء الله أنا بجيب لكم إياها. طيب، أي سؤال بالمحاضرة؟ المفاهيم كانت واضحة؟ ما حدش عنده أي سؤال؟ طيب، بما أنه ما حدش رد معناته أنه الأمور طيبة. خليني بس أعمل لكم شيرينج للملف على أساس نبدأ الشرح. طيب، نحن تقريبا تكلمنا بالمحاضرة الأولى على كيف بنعمل أساسيات تجميع المتطلبات، وعرفنا إيش الفارق بينهم، إيش بنعمل بمرحلة التصميم، وإيش المتطلبات اللي نحتاجها، وإيش العلاقات اللي بنطلعها من الداتا. اليوم كمان بناخذ evaluation of software requirement، يعني كيف المتطلبات هذه اللي أنت جمعتها بالخطوات الأولى. وعلى فكرة أنا جالسة إلى الآن، ركزوا، ما إنه هذه سابع محاضرة وأني مركز لك كمان حكاية الـ requirements، لأنه زي ما أشر لها دائما وأقول لك الـ requirements إذا أمورك مضبطة بتضبط البقية لك، وكأنك تبني الأساس، فالأساس حقك إذا كان كل المعلومات موجودة عندك، ما يفضلش إنه بعد ما تشتغلها. حتى الآن المشاريع اللي جالسين أن تشتغلوا عليها، يا ريت يا ريت لو أنت تتأكد، ما تنتقل للنقطة الثانية، لو تتأكد إنه ما عاد فيش معلومات ناقصة، لأنه زي ما قلت لك قد تكون معلومات كثيرة، لذلك خلي المسودة عندك واختار المعلومات اللي انت تشتيها، ولكن ما يكونش في حاجة ناقص، لأنه أنا ما بروحش للخطوة الثانية إلا لما أجمع جميع المعلومات. بعد ما تجمع المعلومات، وهذا اللي أنا كلمتك عنه كمان مع المجموعات اللي ناقشوني، بعد ما تجمع المعلومات وتؤكد إنه ما عاد فيش معلومات ناقصة، تروح على المرحلة الثانية اللي هي هناك. في هذه المرحلة أنت أكيد أثناء ما تجمع المعلومات أنت بتبي تشوف الدراسة كاملة، زي مثلا دراسة الجدوى، عشان تحدد المبلغ اللي المفروض بتحتاجه أثناء ما تنفيذ حقك المهام. وهذه طبعا بالشابتر الأول كمان، اللي بالشابتر اللي هي في بتعمل عليها تجميع للريكوايرمنت، لأنه بعد ما تجمع المعلومات بتبدأ بحلول مقترحة. طيب، حلولك أنت بشكل مبدئي، يمكن تقول في ما يمكن أعمل كذا، يمكن أسوي كذا، يمكن أترك كذا، يعني بتكون البلانينج الأولى كيف لعملية الحل. وهذا الحل ما بيكونش هذاك القوي، يعني بيكون حل مش تفصيلي حتى، يعني وكأنه اقتراحات، أقدر أقول suggestion. بعد هذه الاقتراحات انت بتحدد اكثر من اقتراح قصدي، لانه انت كده كده لما تجمع الريكوايرمنتس اكيد بتحصل البروبلمز. بعد ما تحصل البروبلمز بتحاول تجيب سجستشن لحلها. بعد ما تجيب سجستشن لحلها بتوجد لي الفيزيبيليتي ستادي اللي هي دراسه الجدوى، على اساس هذه السولوشن اللي انت عملتها سجستشن. بعدها بتجي مرحله التحليل، هذا الناس اللي يقولوا لي ايش اللي اعمل بعده، اساس اشوف الخطوات اللي انا اقولها وبعدين تتبعوها بطريقه حلكم المشكله. طيب، تجي بعدين مرحله التحليل. في مرحله التحليل انك اكيد انك بالمرحله الاولى اللي لما جمعت الريكويرمنت حصلت البروبلمز وانت اقترحت شويه حلول، فشوف من هي البروبلم المفروض، لان انت كسوفت وير انجينيرنج ما بتحلش كل البروبلم، انتبه، لان لو قلت لك بتحل كل البروبلم ما بتقدرش تعمل له تعميم بحيث يصلح انه يكون لاي مهمه، لذلك بختار مشكله واحده بس احاول اني احلها. المشكله هذه
تكون هي المشكلة الأساسية، ويمكن هذه المشكلة يكون فيها أكثر من مشكلة. لذلك بنجي على الموضوع اللي تطرقنا له بأول محاضرة، واللي كانت السيستم والسب يونتس، لأنه أكيد هذه المشكلة أكيد متفرعة لمشاكل أخرى، بس هذه المشكلة الأساسية والمفروض لني أعمل لها بأمشي على أساس سوفت وير إنجينيرينج. بعد ما تحدد المشكلة الرئيسية تبدأ تحللها بتمعن أكثر، يعني بتبدأ تفككها، فالتحليل ما هو إلا عبارة عن تفكيك. تبدأ بتمعن أكثر، تفهمها، تحلها، وتجيب لها حلول. قد يكون نفس الحل اللي أنت اقترحته، وقد أثناء ما تحللها تشوف إنه الحل اللي أنت اقترحته بالمرحلة الأولى ما ينفعش، أحتاج أعدل فيه، فيمكن تجيب حلول أخرى غير الحلول اللي أنت قد بدأتها من قبل، وهذا ما ممكن، ليش لا؟ فيمكن حتى اللي يقول لي مثلا أنا عملت استراتيجية من قبل ومشيت عليها، بس بعد التحليل حسيت انه، لانه انت مرحله التحليل بتفهمه اكثر واعمق، فحسيت انه الحل اللي انا اقترحته بالخطوه الاولى ما نفعنيش. اقول لك عادي غير، يمكن تعدل وتغير بمرحله التحليل. فبعد مرحله التحليل هناك بتبدا تعمل ستاكينج يعني، وتبدا تعمل عمليه اناليسس بشكل عام، بشكل ديب. بعد ما تفهم هذه المتطورات يعني بتبدا الان بالحل الفعلي، يعني خلاص بعد ما جبت الحل تبدا ترسم الخوارزميه لهذا الحل. طيب بعد ما ترسم الخوارزمية لهذا الحل، كمان تحتاج رسم العلاقات اللي، وتستخدم أحد الرسومات زي مثلا تستخدم اليو ام ال دايجرام، واليو ام ال دايجرام أعتقد أن أنت أخذتها كمان بتحليل نظم، أو بتستخدم اليوز كيس دايجرام، وفي معك 3 أنواع من أنواع التصميمات. طبعا هذا التصميم يأتي بعد مرحلة الأناليسز، لأنه بمرحلة الأساس خلاص حلينا وجبنا حلول معينة وجبنا الألجوريثم، وهذه الألجوريثم بنبدأ نعمل عليها عملية تصميم. طبعا في معك نوعين من عمليات التصميم. النوع الاول بالتصميم، وهو عباره عن الالجوريثم اللي تعملها الستبس لخطواتك، وهذه بتكون التصميم بمرحله التحليل، لانه اثناء ما تعمل التحليل بيكون صعب جدا انك تفهم خطوات اذا كانت مكتوبه كتابه، لكن لو كانت بشكل ستيب باي ستيب تكون اكثر فهما. ونحن قلنا لابد ان الدوكيومنتيشن اللي بنركز عليه، وعلى فكره اللي يسالوني على الدوكيومنتيشن، نحن شغلنا ما بيكونش بس دوكيومنتيشن، احنا شغلنا بنعمل كل الخطوات. كونك انت الان مستوى رابع، ليش حتى انا قلت لكم اشتغلوا لي بالجروب الواحد مش اقل من 10، على اساس ما تضيعوش وقتكم على هذا وتتوزعوا المهام. وطبعا لكل مهمه بيكون في معاكم قائد للفريق، يعني على اساس هو اللي بيمشي وبيوزع المهام، لانه ما ينفعش الجروب يمشي بدون ليدر. فهذا الليدر هو اللي بيوزع عليكم المهام، وهو اللي بيتطرق لكم اول باول. بس انا الان منتظر عدد المجموعات، وحتى احدد، انا اللي بحدد لكم من اللي بيكون الليدر، مش اللي انت بتحدد، بحدده اني، وهذا اللي بحدده عن طريق الناس اللي انا اشوفهم دائما في تواصل معي. فعلى اساسه بعد هذه الخطوة إن إحنا قلنا تعمل أول ديزاين، واللي بتكون بيك ألجوريثم. طبعا أنت بتعمل ألجوريثم، الألجوريثم هو مش ديزاين، الألجوريثم هي عبارة عن ستيبس معينة لحلك للمشكلة. بعدين تجي مرحلة اللي هي الفلو شارت. طيب الفلو شارت هذه هي عبارة عن فلو شارت للألجوريثم، يعني هنا تختلف. أما بعدين بنجي مرحلة التصميم. مرحلة التصميم طبعا قبل ما أنتقل للتصميم، خليني أقول لك ليش أحتاج الفلو شارت، وليش احتاج الالجوريثم اللي بعملها بالاناليسز. طبعا اشتي كمان اعمل لك حكايه، انت لما تعمل الاناليسز اكيد بيكون طويل، اكيد بيكون بالتفصيل الممل، اكيد اني اشتي التحليل اللي انت بتجيبه، بحيث لما اقراه واني اقول انني عملت له منشن هذه المحاضره السابقه، حتى لما اجي اقرا هذا الاناليسز اللي انت عملته ما يتبادرش لذهني ولا اي سؤال. وقلت لك انتبه، انت التحليل اللي بتعمله يمكن بتوصله للناس ما عندهمش باك جراوند ككمبيوتر ساينس، لذلك ما تروحش تعمل لي مصطلحات الكمبيوتر ساينس، او انك اعمل المصطلح وشرت له ايش حقه المختصر، ولكن كتيرمز، وهذا نحن اشرنا لها كمان المحاضره السابقه. ولكن في بعض المصطلحات، لما مثلا تقول للشخص، اقول له داتابيس، ايش عرفه ايش داتابيس، هو يعرف انك تقول له مثلا جدول، هو كذا بيفهم، لكن لما تقول له داتابيس هو مش فاهم ايش معنى. انت حتى لو قلت له استخدم الداتابيس، او قلت له استخدم قواعد بيانات بالعربي، هو ما بيفهمش انت ايش تقول له. عاد لو كان المدير من باك جراوند نظم معلومات اداريه ايه بيفهمك، لكن لو كان المدير من اداره اعمال، من قسم اداره اعمال، ولا هو داري ايش انت اللي تعمله. يمكن حتى التحليل اللي انت جبته على اساس بحيث انه يفهم عليه ويحاول انه يعني كمان يرد عليك ويفهم انت ايش جالس تعمل. فبالتالي خلوه سهل سلس، على اساس يقدر يفهم انت ايش جالس تعمل بالضبط، ومنشان كمان يقدر الشغل اللي انت عملته، لانه مش عارف انت ايش عملت. يمكن تعمل شغل
جدا قوي وهو مش عارف انه قوي لانه مش فاهم انت ايش تعمل بالضبط. لذلك يمكن حتى لما تعمل قاعدة بيانات او تقول استخدمت قواعد بيانات، تعمل سطر الى سطر ونص تبين له ايش هي قاعدة بيانات، وتقول له هي اللي عبارة عن الجداول مثلا كذا. او لو استخدمت زي ما قلنا، لو استخدمت معدات ثقيلة، في بعضهم يكتب معدات ثقيلة وسكت. ما هو حتى انا كعلوم حاسوب لما تجي تقول لي معدات ثقيلة، معدات ثقيلة من اي جهة؟ او يقول لك نستخدم التطبيقات الحديثة. اوكي، اي من تطبيق حديث انت بتستخدمه، شنو لي لهذا التطبيق الحديث اللي انت عملته؟ او مثلا تقول استخدمنا الشبكات، ايش من شبكات؟ حدد لي، هل هي سلكية ولا لا سلكية؟ ايش عملت بالضبط؟ ولا تقول بالويب سايت، طيب الويب سايت ايش من ويب سايت بتستخدم؟ هل الويب سايت، يعني وضح لي اكثر فاكثر، بحيث انا ما يجيش بعد ما اقرا احقق التحليل يجيب لي اي سؤال براسي، يكون كل الاسئله مجاوبه بداخل التحليل، ما احتاجش اني ارجع لك مره ثانيه. لكن لو اضطريت اني ارجع لك مره ثانيه، معناته اني عملت لي التحليل اي كلام، كدوكيومنتيشن. الان اتكلم كدوكيومنتيشن مش كتحليل، تحليل للمشكله. فاما التحليل المشكله اكيد اكيد في خطوات والجوريثم والفلو شارت، بس انا قصدي لما تكتب هذا التحليل. طيب بس انا قلت لك ليش تعمل فلو شارت لهذا التحليل؟ لانه أنا كواحد عنده باك جراوند للحاسوب، ما عاد فيش داعي إنه يقرأ الكلام اللي أنت كتبته بالتحليل. أنا بروح لوين؟ بروح على الألجوريثم اللي ستيب باي ستيب للحل، لأنه أنا من شابتر التحليل ما يهمنيش أي حاجة أنت أشرت له، أنا اللي يهمني فقط إيش الستيبس اللي على أساسها بتمشي بحل هذا النظام. فأنا بروح للستيبس، وأكيد أكيد عاد لو في فلو شارت بفهمه، يا سلام، فما أحتاجش إني أقرأ الكلام لأنه حينقدم منه. لانه انا كواحد فاهم حاسوب، اذا جيت اقرا حقك التحليل وانت بالتفصيل الممل يمكن امل منه، لانه مثلا فاهم داتا بيس ايش معناتها، فاهمه التقنيات الثانيه اللي انت تعمل لها منشن ايش هي. فاحيانا قد امل من الكتابه، الكتابه هذه تفيد الناس اللي ما عندهمش باك جراوند بالحاسوب. فبالتالي كفلو شارت والجوريثم تفيد لو كان المدير حقك فاهم بالحاسوب، والكتابه اليدويه بتفيد اللي مش فاهم حاسوب، وبالتالي تكون عام، اي واحد يقدر يفهمه، اي واحد يقدر يعدل عليه ويطوره ويجيب اقتراحاته كمان. لانه انت كمان كعلوم حاسوب انت بتحدد للشخص او البارتي الثالث لانه ايش يشتي بالضبط، بس انت كمان ما انتش فاهم شغلهم بالضبط ايش، فهم فاهمين شغلهم ولكن انت فاهم كيف تحل لهم المشكله. فيمكن انت بحلك للمشكله تكون مش فاهم المشكله كبير كثير. فلو حد جه شاف حقك التحليل يمكن اللي يشتغل يقول لك لا نحن ما نشتغلش كذا، ويحاول يجيب لك اقتراحات كثير جديدة، لأنه أنت فهمته أنت إيش بتشتغل بالضبط. فكذا يكون في انتجريشن للتكاملية، واللي أنا دائما قلت لك انتبه فيها. وكمان دائما أقول دائما حتى اللي أنت لما تشتغل كأكثر من فريق لابد أنت تعمل انتجريشن ما بين شغلك وما بين الشغل الثاني، ما بين شغل الآخرين. وهذه المهارة احتاج منكم أنكم تنموها وتطوروها الآن على أساس تقدروا تعدوا. لأنه أنت كل واحد، لو أنا مثلا باخذ المشروع منه إلى ما بيضطرش يكون في تعارض لانه انا اللي اشتغلته، لكن لو في اكثر من واحد اشتغل قد انا حلي يتعارض مع حل الاخرين. فكيف اتعلم، كيف اتدرب، كيف اتصرف بهذه المواقف؟ هذا اللي انت كمان بتدرب عليها بالسوفت وير انجينيرنج. طيب هذا كله كان من قبل عاد لحد الان اللي انت بتشتغلوا فيها كما ك كالتكليف اللي انا قلت لكم عليه. فانت تجي مرحله التصميم الديزاين. في مرحله التصميم طبعا ركز معي، في معك 3 انواع من الديزاين، في معك الاكتيفيتي ديزاين، وفي معك اليوز كيس دايجرام، وفي معك اللي هي تسمى اليوز كيس فقط. في معك الاكتيفيتي واليوز كيس دايجرام واليوز كيس فقط، وهذه الثلاث من ضمن موديل يسمى فانكشنال موديل. فاول شيء للتصميم الفانكشنال موديل، ومعه 3 انواع من المودلز اللي اليوز كيس واليوز كيس دايجرام والاكتيفيتي. طيب انت تحدد اي نوع منهم، وهذا كمان انت اخذته بالتحليل النظم، لذلك انا جبت لك الاسم فقط كاعمل لك ريمايندر ايش التصميم. لما تروح لمرحله التصميم ايش بتختار من موديل. هذا الموديل الاول اللي الفانكشنال. الموديل الثاني ما يسماش فانكشنال ولكن يسمى اللي هي البيهيفير. يعني في معك فانكشنال، وفي معك كمان، خلينا نقول قبل البيهيفير، في معك الاستراكشرال موديل. الاستراكشرال موديل هذا كمان موديل اخر للتصميم، وفي معك البيهيفيرال موديل نوع ثالث. طيب ايش الفرق ما بينهم الثلاث؟ خليني بس، وهذا كمان اخذته انت بتحليل النظم، بس خليني اوضح لك ايش الفرق ما بين الثلاثه. انا لو انت تشتي تعمل تصميم هيكلي، ايش معنى هيكلي؟ مثلا بس تتطرق او توضح النظام هذا، ايش البارتس اللي فيه، ايش الاجزاء اللي فيه من دون اي ديتيل. مثلا حديث انني اقول لك مثلا نظام الناس اللي بيشتغلوا سواء كان بالمستشفى، او الناس اللي بيشتغلوا بالمدرسه، او الناس اللي بيشتغلوا باي نظام اخر، بحيث انت تحدد لكم ادارات او بشركه. خلينا نمشي على الشركه.
مثلا بالشركة، بحيث أن تقول بهذه الشركة فيها مثلا